وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد باغا، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، بعد التحية، يعني حتى الآن كيف تقيم جلسات مؤتمر حكاية وطن، وأهم ما تم تناوله خلال جلسات هذا المؤتمر حتى هذه اللحظة؟ أولا مساء الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين. طبعا مؤتمر حكاية اللي مرت بها الدولة المصرية منذ 2011 إلى هذه اللحظة، كم كبير من العقبات والعثرات اللي قابلتها الدولة المصرية، وكانت يعني من الممكن أن تعصف بها لولا ستر ربنا أولا وتكاتف المصريين وتراحم المصريين هي على قدر الحلم والطموح والرؤية إن هي تعبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان إلى حد ما. خلينا أقول لحضرتك إنه جلسات المؤتمر النهارده تناولت التطور اللي حاصل في مصر منذ العام 2014 إلى هذه اللحظة. والتطور ده الحقيقة بياخد مجالات عدة، يمكن المجال الاقتصادي وهو الملف الرئيسي اللي بيهم المواطن في المقام الأول، ويمكن دولة رئيس الوزراء قام شرح مفصل ل يعني إنجازات حدثت في الدولة المصرية طوال هذه الفترة. وخليني برضه أقول لحضرتك رؤية قديمة يعني أيام الرئيس الراحل مبارك، هذه الرؤية موجودة ولكن كان تطبيقها هو صعب. تالي جت القيادة السياسية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 وكان بتنفيذ مصر رؤية الدولة المصرية والأمن بالنسبة لأبنائها، فكانت على مساقات او مسارات زي مثلا موضوع التحرير المصريه واثروا على الاقتصاد المصري، وحدث هناك مرونه كانت في الوقت الحالي زي انه ازدياد الدخل الاجمالي زادت بنسبه لا باس فيها رغم والصعوبات الاقتصاديه اللي بتواجه العالم باسره، مش الدوله المصريه فقط، ملف الارهاب اللي كان قائم فتره معينه والحمد لله تم التغلب عليه بشكل كامل في الوقت الحالي وبقينا مستقرين بشكل امن. ملف السياسه الخارجيه اللي هتتناوله جلسات المؤتمر خلال الفتره القادمه ملفات فيما يتعلق الشان الاقتصادي دكتور محمد، يعني الرئيس في اكثر من مناسبة بيؤكد على ضرورة تكاتف الشعب ويبعث برسائل إلى المواطن المصري أن المواطن عليه أن يستكمل الجهود الخاصة بالتنمية وأن يؤكد على فكرة الاستقرار من أجل التنمية. أهم هذه الرسائل التي وجهها السيد الرئيس اليوم، خاصة وأن الهم الاقتصادي هو الشغل الشاغل الآن للمواطن المصري. دكتور محمد، خلينا متفقين على حاجة مهمة، إنه البلدان دائما لا تبنى إلا بالشعوب. صحيح. الشعوب إذا كانت آمنة ومستقرة وإذا كانت الشعوب إيجابية تفكيرها دائما مع خط الدولة، فأتصور إنه بيكون هناك طفرة في وقت وجيز أو وقت نسبي علشان تقدر الدولة تعبر إلى بر الأمن. طبعا الشعوب لا تتحرك من تلقاء نفسها، ولكن بيلزمها حكومة قوية، حكومة تنفيذية قوية بتكون بمثابة المنظم والموجه والمتابع على كافة الموارد اللي بتمتلكها الدولة بشكل عام، وبالتالي الاستفادة من هذه الموارد قدر الإمكان. التأكيدات من كلام السيد الرئيس إنه بالعمل وبالصبر وبالمثابرة وبالإخلاص ويعني بصفاء النوايا تجاه بلدنا، أتصور إن إحنا هنعبر من عنق الزجاجه، واذا كانت هناك ازمه اقتصاديه بتصيب العالم كله ومنه مصر، وبالتالي احنا قادرين على ان احنا نجتاز هذه الازمه بتكاتفنا مع بعضنا البعض، يعني لازم يا جماعه نكون قلبنا على قلوب بعض. اذا كان مقامك انك تاجر فما تغليش في ثمن السلعه، اذا كان في مقامك انك مستهلك فاعتقد رشاد الاستهلاك ده امر مطلوب جدا وامر بيعيد التوازن بين الاسواق مره اخرى، اذا كنت مسؤول على كرسي في الدولة فالإخلاص أمر مطلوب وضروري جدا بالنسبة لدولتك علشان تقوم وتنهض، إذا كنت حتى رئيس دولة من الواجب عليك إرسال الرسائل المباشرة وغير المباشرة إن الدولة بتقوم على قدم وساق لمحاربة الفساد ومكافحته
وتنمية القدرات واستخدام كافة الموارد اللي الدولة بتمتلكها، حتى وإن كانت الموارد البشرية اللي مصر غنية بيها الحمد لله، احنا 105 مليون نسمة، وهذه من الممكن ان احنا نعتبرها ان هي طاقة إيجابية، خاصة ان اكثر من 60% من اجمالي سكان مصر من الشباب، فهي قوة دافعة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري بشكل عام، واتصور ان هي كمان حماية بشرية للدولة المصرية ضد اي عدوان سواء من الداخل او من الخارج. ويمكن انا بدأت من الداخل، لانه لا يمكن ابدا الخارج يقدر عليك اذا كان الداخل متلاحم وقوي، والتلاحم والقوة دي هتيجي من خلال الوعي المعرفي والوعي الثقافي والوعي الاقتصادي والوعي السياسي والوعي الامني والحس الامني عند الناس كلها، ان هم يكونوا فاهمين يعني ايه الدولة، ويكونوا فاهمين يعني ايه خط الدولة، ويكونوا فاهمين يعني ايه حصل على مستقبل الدولة المصرية ومستقبل ابنائها، صحيح، يكونوا عندهم صحة اختيار. صحيح. دكتور محمد، يعني الدولة، يعني الدولة تسعى للتخفيف من حدة الموجات التضخمية والأزمات العالمية التي تعصف بكبريات الاقتصادات في العالم. كيف ترى جهود الدولة في هذا الإطار تحديدا فيما يتعلق بالمظلة الاجتماعية؟ يعني بلغة الأرقام تم إنفاق حوالي 400 مليار جنيه في برامج الحماية الاجتماعية لعام 2022-2023. كيف ساهمت الدولة المصرية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية والأزمات الاقتصادية؟ بالطبع هو الدولة اتخذت قرارات، يمكن أخيرا كان قرارات من السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق ب يعني توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وشفنا البرنامج ازاي حياة كريمة بقى منتشر في كل ربوع مصر وحقق إنجازات جيدة جدا، وكان هناك مبادرات رئاسية كثيرة تحمل معنى الحمايه الاجتماعيه ضد طبعا المخاطر النظاميه اللي بنقول عليها مخاطر التضخم اللي بتصيب العالم ومنه مصر، او حتى ضد الاجراءات او تخفيف من حده الاجراءات اللي برنامج الاصلاح الاقتصادي بيكون ليه انعكاسات سلبيه على المواطن بشكل جزئي. فالدوله كانت حاضره بان هي بتوسع مظله الحمايه الاجتماعيه وتكون دائما في وضع مخفف عن مواطنيها حدة ألام الإصلاح الاقتصادي أو حدة الألام الاقتصادية أو الظواهر اللي بتصيب الاقتصاد المصري أو بتصيب الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد المصري. فإلى حد ما هناك إجراءات تم اتخاذها في الدولة المصرية عملت على يعني ما يسمى بمظلة حماية اجتماعية جيدة، من أجل طبعا إن احنا يعني بنظرة الأخطار المحتملة أو التحديات اللي ممكن تواجه الدولة المصرية جراء كل هذه القسوة من الظروف الخارجية أو حتى الظروف الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها. ففي مبادرات الحقيقة جيدة جدا من جد رئاسة الجمهورية، لأن برضه خلينا نركز على أن لابد أيضا من أن الحكومة تتوجه نحو سياسة مالية إلى جانب السياسة النقدية لتخفيف وطأة التضخم زي ما حضرتك ذكرت. الموضوع هو منظومة إصلاح الاقتصاد بشكل لا يتفقد، إحنا بنركز على جانب واحد ما يتعلق بالسياسه النقديه، اللي هو ان احنا بنتحرك في اسعار الفايده، ان احنا بنتخذ بعض الاجراءات المتعلقه بالمؤسسات، لكن ايضا الموضوع يتعلق ايضا بجانب العرض نحو مزيد من الانتاج، والدوله الحقيقه بتمر بهذا الجانب بشكل جيد، ولكن في مر وبتؤتى على المدى المتوسط والمدى الطويل، ان احنا بنتحرك ايضا بقوه تجاه استكمال البنيه التحتيه للاقتصاد المصري، ودي برضه شكلنا فيها شوط مهم جدا، ان احنا بنتحرك بقوه نحو يعني علاج ما يمكن علاجه فيما يتعلق بعجز الموازنه، فيما يتعلق باتزان ميزان المدفوعات، فيما يتعلق بتعمق المنتج المحلي، فيما يتعلق بنشر طول المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، فيما يتعلق بدعم الاستثمار ودعم الانتاج، علشان ان تكلفه المنتجات في النهايه او تكلفه السلع والخدمات في النهايه تكون مقبوله بالنسبه للمواطن. كلها يا فندم حزمه متكامله مع بعضها، لا يمكن ابدا ان احنا نجزاها، وفي النهايه هي بتصب في النهايه لصالح المواطن، اللي احنا بنقول عليه توفير المظله للحمايه الاجتماعيه، وان المواطن بيكون عايش في بلده يعني مرفه، خلينا نقول يعني هذه الكلمه وانجاز اللي احنا بنقولها، ان هو بيلاقي سلع وخدمات متوفره. صحيح.
طب دكتور محمد، يعني خلال العشر سنوات الماضية شهدنا يعني طفرات فيما يتعلق بمشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات، لا سيما البنية التحتية. مردود هذه المشروعات القومية على المواطن المصري، يعني يتساءل دائما المواطن ورجل الشارع مردود ما يتم إنجازه من شبكة مواصلات من الشبكة القومية للطرق على المواطن بشكل مباشر برأيك. خليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، كانت العائلة تراب تماما. مصر كانت عايشة على 24,000 كيلومتر من قبل ما من طرق، إجمالي الطرق في مصر كانت حوالي 24,000 كيلومتر. دكتور محمد أشكرك شكرا جزيلا. دكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة قناة السويس.